عبد الرحمن، أنا عايز أقول لك كلمتين تحفظهم زي اسمك. اوعى تفتكر في يوم من الأيام هتقرب من وهيب وهتاخد حجم أكبر من حجمك. اللي بيفكر في كده بتبقى آخرته معايا وحشة قوي. اوعى تنسى عبد الرحمن، أنا اللي جبتك وأنا اللي حميتك وعرفتك طريق اللي قتل مراتك وابنك. أنا عمري ما هنسى اللي عملته معايا أبو حماد. ليه بتقول كده؟ أنا بس حابب أحط النقط على الحروف علشان نمشي على سطر واحد، لا تيجي يمين ولا تيجي شمال. ما تقلقش، أنا مش هعض الإيد اللي اتمدت لي وقفت جنبي. عبد الرحمن، أنا مش قلقان منك، أنا قلقان عليك. بس أنا ليه وصلت بره يا كبير؟ طب روح أنت، هروح اطمن على الصناديق وراجع لك نكمل كلامنا. اتفضل. تعال. مفيش حاجة. بص يا عبد الرحمن، انت راجل شاطر وجدع، مش جدع بس، لا ده انت اجدع راجل اشتغل معانا تقريبا. ربنا يخليك يا طارق بيه، كلامك ده شرف ليا. لا يا راجل، مش كلام، دي حقيقة. بص يا عبد الرحمن، في كلام دار بيني وبينك قبل ما يحصل لك فقدان الذاكرة ده، كلام بخصوص وهيب. وهيب؟ مال وهيب؟ كان في بيننا وبين بعض اتفاق، يمكن انت مش فاكره دلوقتي، ان وهيب وقته انتهى خلاص، وان الاوان بقى ان حد جديد، حد محبوب زي انا كده يحل محله. طبعا يا طارق بيه، انت تستاهل احسن من كده بكتير. بس وهيب مش سهل، هتعمل ايه معاه؟ ما انا جايبك عشان كده، احنا عايزين نخلص على وهيب. ايه؟ من غير ما تخاف، كل حاجة مترتبة 10 على 10، والقرار جاي من فوق، فوق قوي. بس أنا محتاج أفكر. لا لا، ما عندناش رفاهية التفكير، القرار خلاص اتاخد وتم اختيارك أنت للتنفيذ. أنا ببلغك دلوقتي المكان والميعاد، هبلغك بيهم بعدين، اتفقنا؟ يلا على بركة الله، اتكلت على الله. سلام سلام.